مباراة بطولية كبيرة قدمها لاعبو منتخب مصر في مواجهتهم أمام المنتخب المغربي، أعادوا بها للأذهان انتصارات الجيل التاريخي للكرة المصرية الذي نجح في حصد كأس الأمم الإفريقية 3 نسخ متتالية، وصار مجرد ذكر اسمه يبث الرعب في نفوس الخصوم. وعلى الرغم من تقدم المغرب في بداية المباراة عن طريق ركلة جزاء سجلها سفيان بوفال والقرارات العكسية التي احتسبها الحكم السنغالي، إلا أن نجوم الفراعنة نجحوا في العودة إلى المباراة وسيطروا تماماً على مجريات اللعب وكانوا الأفضل طوال مدة المباراة التي تخطت حاجز الساعتين، ليتمكنوا عن طريق خبرات ومهارات محمد صلاح من إدراك هدف التعادل قبل أن يعود ثالث أفضل لاعب في العالم ويصنع الهدف الثاني للفراعنة بعدما وضع تريزيجي وجهاً لوجه أمام مرمى المنتخب المغربي الخالي من حارسه ياسين بونو. مباراة اليوم أثبتت أن منتخب مصر يمتلك مجموعة مقاتلة من اللاعبين يقودهم البرتغالي كارلوس كيروش الذي نجح في العبور بالفراعنة إلى المربع الذهبي للمرة الأولى منذ بطولة 2017، وذلك على الرغم من المطبات الصعبة التي واجهت الفراعنة خلال اللقاء، أبرزها إصابة المدافع صاحب الخبرات أحمد حجازي، بالإضافة إلى خروج محمد أبو جبل حارس المنتخب مصاباً ليحل الحارس الشاب محمد صبحي بديلاً له ويذود عن مرماه ببسالة وشجاعة تحسب له. مباراة أكثر من رائعة على المستوى الفني والتكتيكي قدمها نجوم مصر ليطيحوا بالمنتخب المغربي أحد أبرز المرشحين بالبطولة، ضاربين بذلك موعداً نارياً مع الكاميرون أصحاب الأرض والتنظيم في لقاء يحمل العديد من الذكريات بين الفراعنة ومنتخب الأسود الغير مروضة. فلمن ستكون الغلبة؟يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. بما اننا بنتكلم عن منتخب مصر وفرحه منتخب مصر بفوزه اليوم على المنتخب المغربي، معايا في هذه الفقره واحد من النجوم اللي لعبوا المنتخب مصر، واحد من اللاعبين اللي كانوا صخره في دفاع منتخب مصر، من الاسباب الكبيره اللي مرت على منتخب مصر ونادي الزمالك، لعيب مدافع من المدافعين اللي احنا بنتكلم عنهم دلوقتي، المدافعين المتطورين اللي بيعرف يطلع بالكره بشكل كويس، المدافع القوي اللي بيعرف يعمل الجامب بشكل كويس، المدافع الحريف اللي بيلعب نص ملعب او بيلعب مدافع ويطلع الكره ويبني الهجمه بشكل كويس. فهو مدافع كان تقريبا يعني كده مدافع متكامل. انا بقول كان عشان للاسف قبل الهوا قال لي ان هو من 4 ايام خد قرار الاعتزال. انا بيشرفني وبينورني دلوقتي النجم الكبير كابتن احمد ديودار. يا كابتن احمد مشرف حبيبي يا كيمو، مبسوط ان انا معاك وانت اعلامي جميل واعلامي حبيبي محترم حبيبي، ده شرف. والشكل البرنامج كمان مبسوط جدا من القناة الأولى، ما شاء الله أول مرة أخش القناة الأولى، أول مرة أجي للمكان هنا. لا في تطور بشكل كبير جدا، جاي مكان تاريخي، أنت جاي مسبيرو يعني. أنا تربينا عليه كلنا يعني. كلنا تربينا عليه، والقناة الأولى دي قناة تاريخية طبعا. لكن الفكرة كلها برضو إيه، لازم المشاهد يعرف إن الدنيا خلاص اتغيرت بشكل كبير جدا، في تجديد في كل حاجة. الاستاف اللي معاك استاف محترم جدا صحيح. فدي حاجة تفرحني وتبسطني وأنا مبسوط إن أنا معاك النهاردة. شرف لينا يا كابتن حبيبك. لو أنا أخش على منتخب مصر إيه الخبر الوحش ده؟ لا ده انا المفروض ان انا اتكلمت في الموضوع دوت، لكن طبعا اتكلم معاك ان انا قررت اعتزال الكوره عشان خاطر جالي قطع في وتر اكيلس من سنتين، والحمد لله خفيت بعدها ورجعت من الاصابه واديت بشكل كويس جدا في الماتشات. لكن طبعا من حوالي 3 اسابيع جالي التهابات في نفس الرجل، التهابات قويه جدا في نفس الرجل، ودي ممكن تسبب في اي وقت ان يجي لي قطع تاني. فطبعا انا 35 سنه وشايف ان الحمد لله اللي جاي مش زي اللي راح، اديت بشكل كويس جدا. طبعا كنت نفسي في مزيد وكنت نفسي في حاجات افضل من كده، وكان عندي طموح ان في حاجات تانية، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. وشايف ان الحمد لله في حد ذاته الحمد لله السيره الطيبه الحمد لله، زي ما حضرتك اتكلمت وبشكرك على المقدمه ديت، هي دي اللي في الاخر، هي دي اللي دايما يعني. يلا رايك كيف اداء منتخبنا العظيم النهارده قدام المنتخب؟ طبعا اولا كده انا كنت حاطط ايدي على قلبي صح كلنا النهارده اول حلقه، لا اول مره اجي اصلا فخايف ان انا اجي ويبقى وشي مش كويس على المنتخب. انا عمال اقول يا رب الحلقه النهارده تبقى حلوه مع كابتن احمد ديودار كمان من اللي حلاها طبعا. مبسوط جدا، لا جدا مبسوط جدا 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 النهارده. اللعيبه فعلا فرحونا، المنتخب اتطور بشكل كبير جدا بدايه من اول البطوله. انا كنت مش يعني كنت مش شايف ان الاداء مش احسن حاجه، شايف ان اللعيبه كمان تقدر ان هي
تأدي بشكل قوي وبشكل كويس. كنت اعتراضي شويه على التصريحات بتاعت مستر كروشي، مدرب كويس لكن تصريحاته في لحد ما كانت مقلقاني شويه، ان احنا داخلين بطوله امم افريقيا وكان كل التركيز على الصعود في كاس العالم. اقول لك حاجه في الحته دي بس واسيبك تكمل، بس هي مفارقه يعني. في 98 بطوله كاس الامم الافريقيه 98 كابتن محمود الجوهري وهو مسافر قال ان احنا مش هنكسب البطوله، احنا هناخد المركز ال 13. تمام. وراح والمنتخب تألق جدا، كان حسام حسن وقتها بيتعرض لانتقادات كبيره جدا، راح وبقى هداف البطوله وكان احسن لاعب لمنتخب مصر. تمام. هنا دلوقتي كروش قال نفس الكلام وقال انه مش رايحين ناخد البطوله، محمد صلاح كان عليه بعض الانتقادات مش عارف ازاي بس كان في ناس بتقول احنا هنيجي نتكلم في كل التفاصيل دي. حد بينتقد محمد صلاح ومحمد صلاح بيتألق. خد بقى دي كمان، انه في 98 احنا لعبنا بوركينا فاسو في سيمي فاينال الدوله المستضيف وكسبناها، وهنلاعب الكاميرون في السيمي فاينال الدوله المستضيف وان شاء الله نكسب. على فكره 2017 برضه لعبنا بوركينا فاسو وصعدنا نهائي قدام الكاميرون. صح. فانا لما بتكلم في التفاصيل ايه، انا دايما من قناعاتي الشخصيه بحب اللعيب خصوصا ان انت بتلعب باسم منتخب مصر، فده حدث كبير جدا. صح. ما بيتكررش كتير. صح. كون ان انت تروح بطوله امم افريقيا او كاس العرب او اي حاجه تخص منتخب مصر، لازم المدير الفني والجهاز المعاون واللعيبه رايحين لهدف واحد بس اللي هو ايه؟ ناخد البطوله. اسم منتخب مصر كبير جدا، انا حضرت مع منتخب كابتن حسن شحاته. صح. وحضرت مع مستر برادلي وحضرت مع مستر كوبر. فانا بقالي 10 سنين موجود مع المدربين في المنتخب، فالمنتخب ده بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. صح. فدايما انا عندي قناعه ان المدير الفني واللعيبه حتى لما يكونوا قاعدين مع بعض في اجتماع، ما فيش حاجه اسمها احنا رايحين نعمل اداء مشرف، لا، اسم منتخب مصر واسم مصر اسم كبير جدا. صح. فالتصريحات دي انا كنت معترض عليها، خصوصا ان انا ما فيش حد احسن منك في البطوله. البطوله النظام بتاع البطوله والملاعب، وانا رحت الكاميرون قبل كده ما فيش فنادق، لكن انت كمصري تقدر تتغلب على الحاجات دي. صح. مش في الكوره بس، في كل التفاصيل. صح. في كل حاجه، في كل شغلانه. صح. المصري بيبقى مهم جدا، بيبقى نفسه يعمل اي حاجه. هتلاقينا احنا ما بنتكلمش على فنادق ولا اقامه ولا، احنا ننام على اي حته وناكل اي حاجه ونشرب طبعا اي حاجه وننزل طبعا نلعب وناكل. طبعا طبعا الحاجات دي تعدي بالنسبه لنا. بالظبط بالظبط. مش هيتاثر علينا، نتضايق منها بس ما تاثرش علينا. فكان الموضوع بالنسبه لي ان انت رايح من اول البطوله، ولازم برضو المشاهد يبقى عارف والناس تبقى عارفه ان البطولات المجمعه هي بتبتدي الكيرف بيعلى ماتش عن الثاني. فده كان وضع طبيعي باللي بيحصل للثلاث ماتشات اللي منتخب مصر، لكن فعليا منتخب مصر بدا البطوله في ماتش كوتيفوار ادينا ماتش بشكل قوي جدا جدا، تكتيك محترم. صح. الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه ابتدينا ان احنا يبقى في جماعيه في الملعب. وهو ده اللي انا بتكلم فيه، ان ده منتخب مصر. في ماتش كوت ديفوار انت اديت رساله للجمهور المصري للشعب المصري نفسه ان انت ثق في اللعيب. النهارده الشعب المصري كله فرحان جدا لان الكوره في مصر. انت منتخب كبير مش اقل من اللي بتلعبه. انا زي بالزبط. زيه يعني، انت لو انت لا مش زي زيه، ده احنا احسن. بالظبط. لو انت اقل من كوت ديفوار فكوت ديفوار المفروض تقلق مننا، لو انت اقل من المغرب فالمغرب المفروض تقلق مننا. بالظبط، برافو عليك. هو ده اللي انا بتكلم فيه. النهارده ما لعبنا ماتش كوت ديفوار، انا كنت من ضمن الحاجات وكنت عندي على صفحتي وكنت طلعت في كذا برنامج، كنت حاسس ان منتخب مصر هيكسب. لان خد بالك احنا عندنا المنتخب مصر ما بيتضغط وبيلاعب منتخبات قويه احنا بنبان، ولازم الناس تعرف ان منتخب كوت ديفوار، منتخب الكاميرون، منتخب السنغال، ايا كان المنتخب هو بيعمل حساب كبير جدا لمنتخب مصر. صح. كمان انت عندك لعيبه في منتخب مصر تقدر ان انت تاخد البطوله. فماتش كوت ديفوار ده هو اداني الامل في الملعب، لان كان نص الملعب عندنا في ماتش كوت ديفوار كان انا عندي معلومه ان ايمن اشرف يلعب في نص الملعب، وكنت بنادي ان حمدي فتحي والنني والسوليه هم اللي يلعبوا عشان خاطر يدوا اريحيه لمحمد صلاح ان هو يهاجم. صح. فماتش كوت ديفوار ادانا ثقه بشكل كبير جدا. في ماتش المغرب الحمد لله النهارده اللعيبه رجاله، بشكرهم كلهم كلهم. انا عايز اقول لك ان كمان الدكه. صح. الروح دي هي اللي بتجيب البطوله. برافو عليك. الروح اللعيب اللي بره قلبه على اللعيب اللي جوه، في الاخر انت بتلعب باسم منتخب مصر. صح. النهارده ابو جبل مش عايز يخرج من الماتش. كل ده بيديني انطباع وانا بتفرج وللمشاهد ان لا احنا نقدر ناخد البطوله. طبعا على قد ما انا كنت يعني قلقان على ابو جبل، اولا عشان الاصابه ما تتفاقمش عليه، ثانيا ان هو يلعب، هو كمصاب ممكن ما يجيش، بس الروح اللي كان بيقول انا مش عايز اخرج، انا متاكد ان هو مش عايز يخرج عشان عايز يلعب وخلاص. لا هو لا. مش عايز يخرج عشان حاسس ان هو لسه عايز يدي تاني. انا برضو متاكد نفس ابو جبل حجازي لما اتصاب، انا متاكد ان هو مش عايز يخرج، لان اللعيبه دي كلها انا زملتهم في الملعب وعارفهم شخصيا واصحاب واخوات وعاشرنا بعض في معسكرات كتيره جدا سواء. صحيح. في الزمالك او في المنتخب. فكون ان انت توصل ان اللعيبه كلها مش عايزه تطلع من الملعب، اذا ان دلوقتي بقى في روح قويه جدا من قبل الماتشات اللي هي بتاعه الدور التمهيدي، دلوقتي بقى تحس ان في حدث كبير. صح. الحدث الكبير ده انت هتحس بيه في الملعب. الروح موجوده،
الإصرار موجود عندك. كابتن فريق النهاردة محمد صلاح أدى بشكل كويس جدا في دور الكلام ده بفريق جدا. أيوة. النهاردة ماتش المغرب حصل موقف الناس ممكن تاخد بالها ما تاخدش بالها منها. آخر الماتش محمد صلاح بيقول لمحمود علي اطلع. أيوة. المدافعين كانوا بيتراجعوا. فالنهارده ده دور كابتن الفريق وقائد الفريق. صح. محمد صلاح كان ليه دور كبير جدا. انا شفتها هو محمد صلاح بيقول لهم تعالوا كده تعالوا كده يلا برافو عليك. صح. فكل ده حاجات مهمه جدا في الملعب. الروح ما بين اللعيبه كلها النهارده هي دي اللي كسبتنا الماتش. وهو ده اللي احنا عايزينه الماتشات اللي جايه لان ده حدث حدث كبير. احنا نستحق ان احنا ناخد البطوله. ما ينفعش فرقه بيبقى فيها محمد صلاح احسن اللعيبه اللي في العالم ويبقى شكلنا مش كويس. فماتش النهارده محمد صلاح النهارده في 3 4 لاعبين بيعملوا عليه بلوك وراجل بيجيب جول وبيعمل اسيست. يعني ده صعب. انا وانت راجل كنت بتدافع مع منتخب مصر. طبعا. وبتلعب مع نجوم كبيره عالميين. انا كنت بشوف لما نيجي نلعب قدام دروجبا ولا صامويل ايتو ولا اديبايور والناس دي احنا بنبقى قلقانين وخايفين منه. دلوقتي بقى عندنا لاعب اللي قدامنا خايفين صح منه ده بقى خلاص. يعني صح عدينا صح المرحله اللي بتاعت احنا نخاف بس لا صح احنا عندنا لعيب وولد كلاس الناس تخاف منه. يعني اللي مميز محمد صلاح شخصيته. صح. دماغه كويسه من وانا بلعب معاه من ايام برادلي لما جه منتخب مصر من هو صغير كمان ولسه صغير. يعني لسه بيكبر يعني عنده عنده الشخصيه القويه اللي تقدر ان هو يخليه كابتن فريق. صح. عنده ان هو كمان النهارده في الملعب لازم احس بفارق. يعني من النهارده كنا الماتش النهارده نجم الماتش من نجوم الماتش عشان خاطر النهارده فين كلهم نجوم لكن صح من نجوم الماتش اللي اتحمل انتقادات كبيره جدا النني. أيوة. النهارده الانتقاد واعتابي على بعض المحللين ارجوك اتكلم عن النني شويه. انا ما بصدق الاقي حد يتكلم عن النني زي ما انا بتكلم. بص اقول لك على حاجه النني اولا شفت حقه. يعني اولا النني انا كنت رايح نادي قزمة الكويتي وهو المفروض كان جاي معايا قزمة الكويتي فقال لي انا طالع فتره معايشه مع بازل السويسري وانا حسيت ان هو هيقدر يعمل حاجه. خد بالك انني في بداياته لعيب كبير. يعني باين ان هو ديفندر بيروح يشوط لعيب كبير جدا عنده الشخصيه في الملعب عنده القوه عنده الباص سهل جدا وكويس جدا. لكن الانتقادات انا ما بحبهاش بشكل مبالغ فيه. صح. يعني انا ما ينفعش لاعب بحجم النني مع احترامي لاي حد ينتقده ليك اي حد ليه مطلق الحريه انه ينتقد. لكن ما ينفعش يبقى راجل بيلعب بقاله 7-8 سنين في ارسنال وبيلعب في منتخب مصر كل المدربين بيعتمد عليه وانت تيجي تقول لي لا ده لعيب ما يلعبش في الدرجه الثالثه او لعيب مبطل. ده الكلام ده انتقاد ما ينفعش. صح. على محمد النني النهارده اللاعب ده بيمثلنا كلنا في منتخب مصر لازم ندعمه. مزبوط. النهارده في حاجه اسمها لاعب مش موفق في ماتش. لاعب ده وارد جدا ومدرب مش موفق في ماتش خصوصا لما تيجي تنتقد. انا عادي جدا لو في اي حد بينتقد من الجمهور عادي. لكن لما يبقى انتقاد من كباتن كبار ومن اللعيبه ليها اساميها انت ازاي لعبت كوره؟ يعني انت عايز تقنعني انت كل ماتشاتك كنت جامد وكنت كويس اكيد في وقت من الاوقات انت الماتش مش موافق فيه. ده ميسي وكريستيانو في ماتشات بيلعبها وحش عادي. يعني ده عادي جدا. في بيب جوارديولا ساعات بتخايش منه وهو مدرب عبقري. يعني لكن احنا هنا لكن احنا التانية. الاتجاه رايح احنا لازم نقطع في اللعيبه عشان اطلع ترند. عشان اطلع الكلام ده انا ما شفتوش وما ينفعش يتعمل في وجود منتخب مصر في وجود بطوله زي دي. تفتكر انني ولاعيبه المنتخب بيجي لهم الكلام ده بيحسوا طبعا انا كنت في الجابون في 2017 لا احنا كنا بنقعد في الاجتماعات بالليل احنا بعد العشاء لازم نقعد مع بعض كلنا كل الناس بتبقى عارفه كل اللعيبه بتبقى عارفه لكن في لعيب يتحمل وفي لعيب يتاثر. يعني انت ممكن تشوف انت قلت عايشت منتخبات او عايشت الكلام ده في منتخب مصر في لعيب بيتاثر. طبعا. طب لما بيتاثر بيقول ايه او انتوا بتشوفوا شكله عامل ازاي؟ انا بقول لك في لعيب في الجابون في معسكر الجابون اقسم بالله ما اتعشى من كتر الانتقادات. كان في ماتش هو اداه بشكل انا شايف ان هو بشكل مش هو وده طبيعي في الكوره. صح. انتقادات غير طبيعيه لازم يبطل وما يروحش منتخب تاني. وتعلق بعد كده؟ طبعا اتعلق ما هو موجود في المنتخب دلوقتي. طب كان مين ما خلاص ما دام تعلق بعد كده؟ يعني في ماتش في تريزيجيه كان مادي بشكل وحش جدا ابتدى ان هو كمان يتاثر نفسيا وده غلط. انت النهارده في لعيب ممكن يتاثر نفسيا لو هو لعيب سنه صغير او لعيب لسه شخصيته مش زي محمد صلاح. يعني محمد صلاح مهما الناس تنتقده مش فارق معاه. في لعيب تاني ياخد النقد تلاقي والدته بتكلمه تلاقي والده بيكلمه معلش يا حبيبي تلاقي اخواته بيكلموه يبتدي يتاثر من ناحيه الملعب. فدي مشكله كبيره جدا. عشان كده ده وقت ان احنا لازم كلنا نبقى موجودين حوالين منتخب مصر. انت قلت دلوقتي كلام في منتهى الاهميه. احيانا الناس وهي بتنتقد بتفتكر ان هي بتنتقد جبال. لا طبعا. يعني لو انت هتفضل تقطع فيه وتجرح فيه لا طبعا هو مش هيحس بحاجه. لا طبعا. فانت دلوقتي بتحكي تفاصيل مهمه جدا من لاعب كوره كمان عاشر لعيبه المنتخب ف
فانت بتقولي في لعيبه ما بتعشاش، في لعيبه بتتواسى من اهاليها. اه طبعا. وده نتيجته ايه بقى في الاخر؟ ان هو ممكن بعد كده يفقدوا التركيز او في الاخر. احنا بشر. اه طبعا احنا بشر، احنا كلنا بنتقص في مجال فني، في مجال اي، في رياضه، في اي مجال. الناس قاعده تنتقد في انتقاد، لكن في الكوره الانتقاد مبالغ فيه. النهارده يعني احنا مثلا جايين النهارده نتكلم على ماتش المغرب، وجايين نتكلم على ماتش كوت ديفوار، جايين نتكلم على منتخب مصر بشكل عام. صح. احنا بنقيم اللعيب في الماتشات دي. مش بنقيمه بشكل عام. ايوه ما ينفعش تقول اللعيب ده ما ينفعش اصلا. لا طبعا. لا ده في ناس بتقول لك اللعيب ده ما ينفعش اصلا. يعني ايه لعيب ما ينفعش؟ ممكن تقول اصلا البطوله كلها ما اداش كويس، ممكن تقول الماتش ده ما اداش كويس، لكن بالزبط. تقول لي لعيب لا يصلح للعب كره القدم. بالظبط. لعيب ما يلعبش في نادي. برافو عليك. ايه برافو عليك. مبالغه جدا. مبالغ فيها جدا. وانني كنت بتكلم معاه من يومين، لا راجل فاهم، راجل واعي، لعيب كبير بس متأثر، لعيب كويس، لكن تأثيره جاي إيجابي على ناحية الملعب. تختلف شخصية عن الشخصية. اه يعني هو متضايق من المبالغات في الانتقاد طبعًا. بس ده أثر عليه إيجابيا في الملعب. اه طبعا مش سلبي. اه طبعا في لعيب تاني ممكن يجيله سلبي. حسب الشخصيات. صح. لكن احنا واجب علينا كلعيبة انت في الآخر لازم تدعم اللعيب ده. حتى لو هو مش كويس في الماتش انت لازم تتكلم عليه بشكل يفيده. انتقاد بناء، مش انتقاد ان انت تذبحه. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. علشان كده النهارده اللعيبه والمؤتمر اللي اتكلم فيه محمد صلاح، واتكلم بشكل كبير جدا محمد صلاح في المؤتمر قبل ماتش كوت ديفوار، قبل ماتش كوت ديفوار، ده كلام حقيقي. أيوة. فعلا في انتماءات، في انتماء للاهلي. النهارده لو لعيب في النادي الاهلي بيلعب في منتخب مصر تلاقي المدرب او المحلل او اي حد طلع في اي قنوات ممكن عادي جدا يطلعوا احسن لعيب في الماتش ويجي على حد من الزمالك. وكمان اللعيبه ابتدت ان هي تنشغل دماغها. احنا دلوقتي في عصر الميديا. خلينا نكون متفقين على كده. العكس صحيح. يعني كله يعني في ناس بتشتغل بانتماءاتها يعني بشكل واضح. لكن في منتخب مصر لا. اتفق معاك 1000%. منتخب مصر ده مش حاجه اسمها اهلي، مش حاجه اسمها زمالك. احنا منتخب في الاخر من بس عارف بقى كابتن احمد هقول لك نقطه مهمه جدا. من بعد ماتش كوت ديفوار هتلاقي كل ده ما بقاش موجود. ودي حقيقه فعلا. يعني مش هتلاقي دلوقتي حد بيتكلم اصله كان خد طارق حامد، لا كان خد قفشه، اصل مين اللي بيلعب عشان اهلاوي ولا زملكاوي. صح صح. هتلاقي الناس حتى على السوشيال ميديا انا طارق يقول لك ما هكمل لك دي، يقول لك مثلا ايه، نزل نزل مدافع مثلا، نزل زيزو. تلاقي الاهلاوي كاتب لك على تويتر كده نزل زيزو. صح. هتلاقي زملكاوي يقول لك ما فين تريزيجيه يا جماعه، لازم هو ده الشعب المصري. فاهم؟ خلاص بقى شيرت منتخب مصر. احنا في وقت لما يكون في بطوله سواء في الكوره في اي حاجه، في وقت الازمات او في وقت في تجمعات بتلاقينا جمال جدا. مش صح. عايز بقى الناس اللي بتنتقد دي تبوظ الدنيا. انت امسك فيها. صح. النهارده لما يكون منتخب مصر جمهور الاهلي بيتكلم على زيزو، النهارده بيقول لك ابو جبل نجم الماتش. صح. النهارده جمهور الزمالك بيقول لك محمد الشناوي نجم الماتش. صح. امسك في الحاجات دي. احنا المفروض واجب عليا وواجب على الناس اللي بتيجي تتكلم في الكوره، احنا المفروض نمسك في دي. صح. نقول الايجابيات بتاعتها نكبرها كمان. نكبرها كمان. يعني عشان لو انت شايفها عاديه لا انت زود فيها. برافو عليك. يعني دي بقى الحاجات اللي عايزه مبالغه. طبعا. يعني بالغ بقى. برافو عليك. الله على العظمه والله على الجمال. طبعا. النهارده فتوح عمل ماتش قدام منتخب المغرب هو مدش. محمد النهارده محمد عبد المنعم. رجع النهارده النادي الاهلي. صح. الراجل بيلعب في النادي الاهلي. صح. فتوح بيلعب في نادي الزمالك. صح. الاثنين من نجوم الماتش. مظبوط. انا ما ينفعش انا راجل دلوقتي منتمي لنادي الزمالك اطلع اتكلم على فتوح بس. يبقى حرام. يبقى انا كده بقلل من قيمه محمد عبد المنعم في مجهوده في الماتش النهارده. صح. ماتش النهارده ماتش يدينا ثقه للي جاي. مبسوط جدا 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 من الروح في الملعب. النهارده بدينا الماتش مستر كروشي بدأ الماتش بأيمن أشرف، وأنا ضد فكرة إن أيمن أشرف يلعب رقم 8. لأن نص الملعب دوت أنا كنت بلعب سيرد باك وأوقات بلعب ديفندر رقم 6 قدام السيرد باكين قدام الاثنين مدافعين. رقم 8 ده إحنا أصلا عندنا مشكلة فيه في مصر كلها من سنين، من بعد حسني عبد ربه، من بعد الناس اللي بتلف. النهارده أنت رقم 8 رايح تستلم الكورة هتلاقي الديفندر اللي وراك راح يضغط عليك. النهارده انت اللي محتاج تلف. فايمن اشرف باك ليفت كويس جدا ولاعيب كبير. النهارده لما لعب سيرد باك هايل. شايل الشوط الثاني كله. من هو محمد اعتقد هو خرج حتى عشان انذار، يعني قلق عليه كروش انه الماتش متوتر والحكم. لكن يحسب بقى لكروش ايه؟ ايه اللي يحسب له؟ ان هو صلح الكلام ده بين الشوطين. نزل تريزيجيه. فاحنا زي ما احنا بننتقده في وقت من الاوقات لازم نقول ايجابياته. اقول لك حاجه ملحوظه يا رب تكون لاحظتها معايا. اتفضل. دايما يتقال على كروش انه مدرب عنيد. طبعا. اديك امرتين ان هو مش عنيد خالص. تمام. المباراه الماضيه اتصاب كان مين اللي اتصاب؟ كان مين اتصاب؟ حجازي تقريبا. حمدي فتحي. حمدي فتحي لما كان اتصاب. حمدي فتحي انا بفتكر بس دلوقتي. حمدي فتحي لما اتصاب هو جهز مهند لاشين، فاكر؟ صح. وكان مهند لاشين نازل. فواضح جدا حد في الجهاز المعاون قال له ما تنزل زيزو. زيزو صح. ممكن يبقى له افضليه هجوميه دلوقتي عشان احنا محتاجينه. صح. النهارده بعد اصابه حجازي
كان بيجهز بره محمود علاء. محمود علاء صح. فحد قال له طب ما ترجع ايمن اشرف مدافع صح. واستفيد بتريزيجيه هجوميا صح. صح. فواضح جدا ان هو ممكن ياخد قرار وممكن يتراجع فيه بسهوله جدا عشان صح. كلمه العين دي دلالات طبعا احنا صح. مش داخلين بس خد بالك برضه عشان تبقى انت في الصوره. انا لقيت مدربين اجانب كتيره جدا اوقات مدربين الاجانب ما بيستعنوش بالجهاز المعاون ده مش تقليل من الجهاز المعاون لا هو المدرب الاجنبي بيبقى مقتنع بافكار معينه عايز ينفذها منطقي انا المدير وده عادي جدا انا اللي بتحمل المسؤوليه عادي جدا انت رايك بالنسبه لي استشاري الجهاز المعاون طب هو ليه ما بيتكلمش طب هو ليه ما بياخدش طب في الاخر رئيس استشاري الراجل هو اللي في الاخر هيحاسب على اي حاجه بتحصل صح. لمنتخب مصر صح. لكن النهارده برضو احنا عشان خاطر بنحب منتخب مصر قوي فداخلين في كل التفاصيل الصغيره قوي. انا اقول لك حاجه انا من ساعه ما اتولدت تقريبا من ساعه ما تابعت كوره خلاف بين المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون كل المديرين لا 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 ده كلهم كده بس خد بالك الجهاز المعاون اللي موجود دلوقتي اللي موجود دلوقتي اقوى من اقوى الاجهزه في خلال 10 سنين معاون المدير الفني. لو جيت اتكلمت على الكابتن ضياء السيد حاجه كبيره جدا طبعا. النهارده بتتكلم على الكابتن وائل جمعه كابتن محمد شوقي كابتن عصام الحضري ثلاثه ابطال طبعا ثلاثه تاريخيين يعني تاريخيين البطولات التاريخيه بتاعتهم وبعدين عندهم من الخبرات يقدروا يوصلوا للعيبه الحدث ده نمشي ازاي صح. وامتى ان احنا في الماتش ده محتاجين نكسب لا نهدى شويه في الناحيه الدفاعيه نهاجم دلوقتي. خد بالك اللعيبه بتحب عصام الحضري بتحب وائل جمعه بتحب محمد شوقي بيستفادوا من خبراتهم. حتى عصام الحضري انتقد جدا وقال لك ليه عصام الحضري دلوقتي مدرب حراس لسه فاضل له كتير قوي. ادينا شايفين اهو الشناوي بيأدي اداء رائع جدا ابو جبل بينزل يشارك بيأدي اداء رائع جدا محمد صبحي في الجزء اللي لعبه النهارده ادى اداء رائع جدا. مش بقول طبعا ان عصام الحضري هو اللي عمل او يعني هو اللي مجهز الحراس دول عشان في النهايه دول الحراس دول جاهزين في انديتهم بس هو حافظ على المستوى. انا بقى بقول لك بعيد عن يعني النقطه دي المدربين الكبار في مصر مفيش جديد ليه ما نديش احنا للشباب وعصام الحضري مش شاب ده عصام الحضري حاجه و40 سنه يعني نقول شاب في الشغلانه برافو يعني. عليك يعني حديث الشغل حديث عليك. الشغلانه يعني دايما ما هو ده اللي بتكلم فيه ان التوجه العام لازم تدي للشباب صح. النهارده هو لازم فوق الستين عشان نجيبه هو لازم فوق السبعين عشان مع احترامي طبعا اكيد فوق الستين وفوق السبعين مدربين كبار ومدربين كويسين جدا لكن النهارده لما لا ضروري ده ولا ضروري ده بحجم عصام الحضري لا يمسك صح لا ايه المشكله صح. وبعدين برضو عشان تبقى انت حضرتك في الصوره لما انا بحس ان المدرب بتاعي قريب من السن على فكره ده حاجه كويسه جدا جدا وبقى فيه يعني فوجات النظر هو بس مش قريب من السن ده انت بتتكلم في الحارس الاعظم في تاريخ مصر يعني كبير اللي قدامك هو عصام الحضري وبيت النهارده عصام الحضري اقسم بالله جت الكاميرا عليه في المدرجات انا عندي احساس انه عايز ينزل أيوة. من كتر حماسه ومن كتر روحه ما انا بهزار يعني قلت لزمايلي واحنا بنتفرج على المباراه قلت لهم هو كده فاضل عصام الحضري ايوه يعني واضح ان عصام الحضري هينزل وهيأدي يعني بالمناسبه يعني انت لو نزلت عصام الحضري يلعب هيأدي لا لا النهارده يوم جميل جدا صح. جميل جدا لكن انا من طبعي والبطوله في الاخر مش ماتش مش ماتش انت عندك ماتش تاني لازم من بكره تحضر له صح. النهارده الماتش اللي جاي ده ماتش صعب جدا صح. هنتكلم عليه بتفاصيله لكن النهارده الفرحه المبالغ فيها انا ما بحبهاش في الاخر احنا كسبنا هنفرح احنا كنا يعني كشعب نفرح براحتنا لكن انا متاكد ان محمد صلاح دلوقتي عامل لهم اجتماع نتعشى خلاص الموضوع منتهي صح. لازم نفكر في ماتش الكلام انا مش شايفها فرحه مبالغ فيها هي فرحه منطقيه وعاديه بس تقف لحد كده انا معاك الفرحه المبالغ فيها من الشعب عادي جدا من طبعا. الجمهور عادي جدا لكن لعيب الكوره انا عاجبني جدا 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 ردود فعل محمد صلاح ده حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا الراجل بيكسب حتى فرحته ابتسامه مش الفرحه لانه عارف حجم كابتنه الفرقه انا النهارده لازم ان انا اوصل النهائي واخد البطوله ساعتها افرح واعمل اللي انا عايزه ودي محمد صلاح استفاد جدا من وجوده مع الصقر احمد حسن طبعا. مع وائل جمعه مع الحضري مع ابو تريكه كل اللعيبه الكبار دي هو حضرهم صح. فاستفاد من خبراته اللعيبه دي ما كنا موجودين مع بعض كان في الماتشات بيبقى احنا كسبانين واحد كسبانين اتنين وعايزين يكملوا انا نفسي تبقى دي موجوده في المنتخب النهارده جيب جون واحد واحد انا على طول بعديه على طول عايز اجيب التاني عايز اجيب التالت صح. الاصرار على المكسب هو دي الحاجات التفاصيل الصغيره دي لو اتعملت هنقدر ان شاء الله باذن الله ناخد البطوله بمنتهى السهوله لان احنا عندنا الامكانيات بكده. هسالك على واحد تحديدا في مركزك يعني محمد عبد المنعم قدرات محمد عبد المنعم احنا كمشاهدين وكجماهير شايفينها قدرات هايله جدا طبعا. وعظيمه جدا طبعا. والنهارده حتى انا قلت تفصيله وانت قولها لي برده اكدها لي او صححها لي يعني ما حدش راح لها كتير انه المدافع دايما بينسجم مع المدافع اللي جنبه
فلو انت كل مباراه تغير عليك مدافع ممكن يحصل مشكله في الانسجام ده. النهارده محمد عبد المنعم اتغير عليه ثلاث مدافعين، احمد حجازي وايمن اشرف ومحمود علاء، وقدم نفس المستوى على مدار ال 120 دقيقه يعني. صح. بص، في حاجات تفاصيل لازم نتكلم عليها لمحمد عبد المنعم. أيوة. محمد عبد المنعم في ماتش غينيا بيساو والسودان لما لعب انا كنت شاقدر لعيب مبشر وخامه كويسه جدا. مبشر ايوه، بس عنده اخطاء وعنده حاجات عايز يكملها وطبيعي. برضه المشاهد يبقى عارف اي مدافع على مستوى العالم عنده اخطاء طبعا، ده طبيعي جدا. النهارده راموس لما كان موجود في ريال مدريد، ميسي في برشلونه عمل حاجه كده. فان دايك احسن مدافع في العالم، بيبقى عنده اخطاء ساعات بس قليله يعني. لكن احنا بنمسك الاخطاء بنكبرها وده وارد في الكوره، لكن الخامه مبشره جدا. لعيب صغير في السن، لعيب قوي بدنيا، عارف امتى يضغط، وعنده شخصيه. برافو عليك. ودي من ضمن الحاجات اللي مميزه. لما لعب قدام غينيا وبيساو السودان، انا قلت اول اختبار حقيقي ليه ماتش كوت ديفوار، وهو نجح في الاختبار جدا. لا ده نجح جدا. وفي نفس الوقت برضو الراجل بيلعب على الفني، بيلعب على هداف الشامبيونز ليج هالر يعني. بيلعب على هداف الشامبيونز ليج بالظبط يعني. المدير الفني كمان مديله الثقه. كمان هو عنده الشخصيه قويه جدا، عنده الهيدرز كويس جدا. صح. عنده كمان حاجه مميزه جدا، ان هو عنده القلب وعنده الروح. أيوة. انا دايما المدافع دايما الروح دي رقم واحد. الاصرار ده لازم تبقى رقم اثنين. الكوره بتيجي رقم ثلاثة. هو عنده الثلاث مواصفات هايله. سنه صغير كمان، دي مميزاه بدنيا. كمان انا كنت لما كان جه التغيير انا قلت محمود علاء ينزل ليه. دايما المدافعين لازم يبقى في حد ليدر ورا. محمد عبد المنعم سنه صغير، كمان لما هيلعب كتير ده يبقى حاجه اكبر من كده واحسن من كده كمان. يعني لما هيلعب يا رب ربنا يبعد عنده الاصابات، لما كمان يلعب ماتشات تانية في افريقيا او ماتشات تانية في تصفيات كاس عالم هينضج اكتر. خد بالك. فدي نقطه مهمه جدا. النهارده لما محمود علاء نزل انا انبسطت، لان محمود علاء لما نزل نشيد بيه برضه، لان لما نزل انت ما حسيتش ان هو كان قاعد احتياطي. ايوه، هو كان كانه بادئ وعايش الماتش. مش قاعد احتياطي، ده اول مباراه يشارك فيها في البطوله كلها يعني. بالظبط. فهو عايش الماتش، ودي دي حاجه تميزه. كمان لما يبقى موجود جنبه، خد بالك يعني، مثلا كنا اوقات بنلعب جنب مدافعين جنب بعض، تلاقي المدافع بيتوتر بسرعه، تلاقي المدافع غلط غلطه، اتوتر طول الماتش، راح منك خلاص، راح منه. النهارده عمل فاول الشوط الثاني كان ممكن لا قدر يخش فينا جون. لا، بعديها على طول ثبات. ثبات الانفعالي هايل. هايل عنده ثبات الانفعالي. النهارده المدافع لما مهاجم يرقصه ممكن طول الماتش يبقى بعيد عن مستواه. لكن لا، الثبات الانفعالي كويس جدا، الشخصيه كويسه جدا، القوه موجوده، السرعه موجوده، العقليه، الدماغ. وانا بحب المدافعين مش اللي هم دايما بيحبوا يضغطوا على المهاجمين ويخشوا في منطقه يبقى اجريسيف في اللعب. بالظبط. خليك ذكي، خليك ذكي. برافو عليك. وهو عنده النقطه ديت. امتى يبقى قوي؟ امتى يتهور يعني. بالظبط. التهور ده انا ما بحبوش في المدافعين. هو عنده الميزه دي، وربنا رب يبعد عنه الاصابات. وهو الماتش اللي جاي هيلعب برده على مهاجم قوي جدا. طبعًا. جدا. ابو بكر، مهاجم ابو بكر طبعا الهداف بتاع البطوله. طبعًا. ست اهداف لحد دلوقتي. بالظبط. ابو بكر خد بالك يعني عنده من الحاجات، عشان انا متابع عنده في ال 18 بيخطف. فانت لازم تقرب منه. اعتقد ان شاء الله باذن الله محمد عبد المنعم قادر، واي مدافع هيلعب جنبه سواء محمود علاء او ايمن اشرف او ربنا يسهل يا رب حجازي نشوف نطمن عليه. لسه ما اعرفش هو هيلعب الماتش اللي جاي ولا لسه. بقى جاهز كمان خلاص. الونش برضه هتبقى حاجه كبيره جدا. اعتقد ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا في الحته الدفاعيه ديت ماشيين بشكل كويس جدا فيها. اللي كان كمان مدهش النهارده وفي كل المباريات يعني بصراحه من بطوله عربيه كان مدهش جدا احمد فتوح. فتوح النهارده عمل مباراه مش طبيعيه على اشرف حكيمي. انا شايف ان يعني انت متخيل بيلعب على اشرف حكيمي المباراه دي، واللي قبلها على نيكولاس بيبي، اثنين من افضل اللعيبه اللي في العالم، وبيلعب عليهم مباراه هو الليدر اللي فيها، هو الاقوى، هو الافضل يعني. فتوح من اللعيبه الكويسه جدا، وانا شايفه حاجه هتبقى كبيره جدا في المركز ده. انا فاكر كابتن سيد معوض لما كان بيلعب في المكان ده، وكابتن محمد عماره، ومن بعديه كابتن عبد الشافي، كان عندنا مشكله كبيره جدا في مصر. بنقعد نقول مين المهاجم؟ طب هو مين الباك ليفت؟ طب هو ابتدى النهارده انت مطمن ان 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 فتوح موجود في الباك ليفت. النهارده احنا كنا بنقول الناحيه الهجوميه بتاعته كويسه، لكن الناحيه الدفاعيه مش احسن حاجه. ابتدى الماتش اللي فات، والماتش ده الماتش اللي فات كمان بيلعب على بيبي وري باك رايت، والهاف بتاعه جامدين جدا. النهارده كمان بيلعب على حدادي. ولما كمان حكيم
وحكيمي. اصل حكيمي كان بيلعب جناح ما كانش بيلعب باك. ما انا عارف لكن انا حكيمي لا هو باك اصلا بس انت عارف طاير على طول. بالظبط كده طاير حكيمي ان هو طاير على طول وعنده الشخصيه. لا انا شايف الناحيه الدفاعيه عنده ما شاء الله ما شاء الله من نجوم البطوله كلها، مش من نجوم منتخب مصر بس، من نجوم البطوله كلها. هو لعيب هايل هادي عادي جدا، في اخر الماتش ممكن يلبس كوبري الواحد عادي جدا، عنده ثقه في نفسه غير طبيعيه، مش شاغل دماغه باللي حواليه، شايف ان هو من نجوم البطوله. اتمنى يا رب، خد بالك برده ورسالتي لازم توصل للعيبه واكيد انا هتابعهم وهكلمهم ان احنا الماتشين اللي جايين ان شاء الله باذن الله يا رب نكسب الكاميرون ونشوف هنقابل مين في النهائي. لازم يبقى تركيزك اكتر من قبل كده، يعني طول ما انت بتوصل للادوار النهائيه الادوار قبل النهائي كل ما تركيزك ما بيعلى. مش معنى كده ان احنا نتكلم على لاعب ونشيد بيه فاللاعب دوت يهبط. يهبط لا. النهارده انت مركز، ده حدث كبير. النهارده لما تاخد بطوله افريقيا ده حاجه تتحسب لك في السي في بتاعك. صح. فاتمنى ان شاء الله باذن الله يبقى فتوح وعبد المنعم وعمر كمال كمان واللعيبه كلها تبقى افضل من ماتش مباراه الكاميرون. المفروض نلعبها ازاي؟ انا معجبني جدا جدا ان مستر كوش ما يلعبش في التشكيل، ما يحطش حاجات مش في وقتها. الفرقه عماله تصاب كلها النهارده. لا كلها انا بتكلم النهارده، احنا ظروف صعبه بدايه جدا. بدايه نص الملعب النهارده. خد بالك النهارده لما ابو جبل اتصاب انا استفزلي الموضوع. يعني انا بحسها كلاعب النهارده لما ابو جبل يتصاب انا كلاعب لو انا نايم شويه او عندي روحي قليله شويه لا ده انا بروح اقوى. صح. خد بالك وده حصل. ابو جبل لما طلع محمد صلاح عمل لدريزيجيه جاب جون. فهنا الاستفزاز الايجابي للعيبه. صح. ده حصل النهارده. شايف ان نص الملعب لو ربنا كرم حمدي فتحي ان شاء الله باذن الله يا رب يرجع بسرعه. نص الملعب ده لازم يتقفل. حمدي السوليه النني النهارده تريزيجيه النهارده شايفه بشكل كويس جدا. حته ان احنا نلعب نفس التكتيك بتاع ماتش كوت ديفوار ان احنا ما نقابلش من قدام لازم يبقى تركيزنا من اول دقيقه النهارده. برضو منتخب المغرب احنا كويسين لكن ساعدنا في بعض من الاوقات على نجاحنا. النهارده انت لازم من اول دقيقه ما تخشش الماتش متاخر. احنا النهارده بدينا الماتش من بعد 20 دقيقه، احنا عايزين نبدا من اول دقيقه لاخر دقيقه. محتاجين ماتش الكاميرون نبدا زون في نص الملعب، محتاجين ان احنا تركيزنا من اول دقيقه لاخر دقيقه، محتاجين ان احنا الهجمات المرتده ما بقاش فيها فرديه. لازم يبقى في جماعيه في الناحيه الهجوميه بالذات. الناحيه الدفاعيه عجبني جدا 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 دور النني دور السوليه ان هم بيساعدوا عمر كمال وبيساعدوا ابو فتوح، فدي برضو نقطه ايجابيه عايزين نكمل عليها نبني عليها. الماتش اللي جاي هيلعبوا الناحيه الهجوميه كامبي اللي تحت الفرويد وابو بكر، الحته الهجوميه بتاعتهم محتاجه ان احنا الناحيه الدفاعيه عندنا يبقى فين دلوقتي هدفين البطوله واحد هدفين البطوله خمسة. فدي برضو عندهم الكره العرضيه النهارده، الكره العرضيه عندنا محتاجين نشتغل عليها في التمرين لان النهارده ابو جبل صد كره النهارده كانت ممكن تطلعنا من البطوله نفسها. اعجازيه. لا اعجازيه. ابو جبل من كمان ما شاء الله. بس اقول لك حقيقه الحق برضو المنتخب المغربي من اقوى المنتخبات اللي بيشتغل على الكرات الثابته والكرات العرضيه بشكل كويس. برافو عليك. فلو واحده بس هي اللي راحت بصعوبه كده فده بالنسبه لنا كان النهارده ابو جبل فايق النهارده. محمد صبحي يا رب كل الدعم ليه كل الدعم ليه. حارس مميز، حارس كويس. طيب لو قدر الله انا مش خايف من محمد صبحي، يعني الحارس ده عنده شخصيه وحارس مميز. لو تفتكر لعب مع الزمالك مره في مباراه افريقيه هفتكر كانت مع مين، نزل برده في وقت صعب وادى بشكل كويس وكمل بعد كده مع منتخب مصر الاولمبي بيأدي بشكل رائع جدا في مع فريقه حاليا فاركو بيأدي بشكل رائع جدا. هو عنده شخصيه بس حاله اللعيبه في الملعب بتفرق. طبعًا. ممكن تبقى حاله اللعيبه لا قدر الله الديفنس قدامه مش موفق. صح. فهيصد كوره كورتين يخش فيه ثالثه. لكن حاله اللعيبه كلها اجمالي انت بتساعد حارس المرمى ان هو يبقى مميز لو جات له كوره كورتين مفيش مشكله. صح. لكن انا واثق في محمد صبحي. كانت مباراه جرانيسيون السنغالي افتكرتها. محمد صبحي يكون كويس جدا جدا. صح. لكن انا شايف ان شاء الله باذن الله الماتش صعب جدا. النهارده احنا كسبنا التحكيم كمان. يا النهارده التحكيم سيء. انا عايز اقول للعيبه واقول للجهاز الفني كله خدوا بالكم من تحكيم الماتش الجاي. يعني دايما لازم يبقى في ثبات انفعالي. النهارده بعض اللعيبه راح تتعصب على الحكم جامد. الماتش اللي جاي انا عارف الحكم يبقى من اسوأ الحكام اللي هتقابلنا في البطوله او
عموما في البطولات اللي فاتت. النهارده الكاميرون على ملعبها، على ملعبها صامويل ايتو ليه دور كبير جدا. بس انت عايز تقول لي انه اللعيبه ما تتوترش؟ لا ما تتوترش، عشان ما لا قدر الله انا خايف النهارده من الكروت بصراحه. لا لا احنا متوترين جدا يعني، فبخاف من الكروت. برافو عليك، احنا عندنا خد بالك منتخب الكاميرون لاعب ملاوي، لاعب جزر القمر، لاعب جابون، لاعب جامبيا، ملعبش مع منتخب كبير، ملعبش مع منتخب كبير، فدي حاجه كويسه لينا. احنا لعبنا ماتش كوت ديفوار، ماتش المغرب، فاحنا عايشين وعارفين. منتخب الكاميرون اعتقد ان شاء الله باذن الله يا رب يبقى كلامي يبقى صح، هيخاف من منتخب مصر وهيقلق منتخب مصر. لكن الجمهور يبقى ضدنا، التحكيم دايما، احنا كنا لعيبه بنيجي نقعد نتكلم في افريقيا التحكيم مش احسن حاجه. يعني ممكن واحد في المليون لو لقيت حكم ما بيخافش من الجمهور. دايما التحكيم، حتى ما احنا ما كنا بنلعب في افريقيا في اي مكان، الجمهور لما بيبقى مالي الاستاد الحكم بيبقى قلقان. فانا مش عايز اللعيبه يبقى عندها ثبات انفعالي اكتر من كده، اكتر من النهارده. التحكيم بقى ضدنا، اعمل اللي عليك، العب بروح. طب اسالك سؤال كوره بقى، وانت رجلك في الملعب، منتخب يتقلق عليه بدنيا المباراه اللي جايه؟ هنتكلم في 240 دقيقه مباراتين على حوالي 120 طبعا. النهارده انا كنت حاطط ايدي على قلبي على السوليه، من ضمن اللعيبه الكويسه جدا اللي الناس مش واخده بالها منه انه بيعمل مجهود كبير جدا، والنني عمل مجهود ده. النني انا شفت النني جري مش طبيعي في المباراتين. النص الملعب عندنا في وجود حمدي فتحي بحس ان احنا قافلين الحته اللي قدام السرد باكين، فدي نقطه مهمه جدا. يا رب يرجع حمدي فتحي. نص الملعب عندنا عليه دور كبير جدا في ماتش الكاميرون، المدافعين نفس القصه. لكن انا ليه عشان انا عارف افريقيا، انا ليه بتكلم على التحكيم؟ ماتش هو صعب جدا تحكيميا، فانا مش عايز اللعيبه تنساق ورا التحكيم. عندنا كابتن فريق محمد صلاح النهارده قايم بدور كبير جدا، هو اللي بيروح يتكلم على الحكم. انا مش عايز اللعيبه كلها تروح على الحكم. انت فاهم وجهه نظري؟ خلي كابتن الفرقه هو اللي يجيب حق الفريق. لكن انت كلعيبه، هو الحكم برضه هيفكر 1000 مره يوم ما هيرفع كارته قدام طبعا. النهارده محمد صلاح ده حاجه كبيره جدا، العالم كله هيشوف الحكم وبيرفع كارته، حاجه كبيره طبعا. برافو عليك، فدي حاجه كبيره جدا. فالنهارده هيفكر 1000 مره لازم اللعيبه من دلوقتي تبقى عارفه هي هتقابل ماتش صعب جدا، سواء فنيا سواء تحكيميا سواء كل حاجه هتبقى ضدك. ماتش ده عايز اسود في الملعب. ماتش كوت ديفوار، ماتش المغرب، شوف القوه البدنيه عندنا كويسه جدا، لازم تبقى ضعف في ماتش الكاميرون. لكن صحيح. انا ان شاء الله باذن الله مش هيبقى فيه اجهاد، شايف ان الدنيا تبقى كويسه ان شاء الله باذن الله. والله شرفت ونورت حبيبي يا كيمو، ربنا يخليك. تسلم لي يا كيمو. عارف الحوار خليك. بنفس حماس لعبك في الملعب. لا والله بامانه يعني بنفس الحماس ما شاء الله عليك. حبيبي يا كيمو ربنا يخليك، دايما تنورنا، دايما تشرفنا، ودايما نسمع عنك كل خير. ربنا يخليك يا كيمو، بشكرك شكرا جزيلا. مليون مبروك النهارده، شكرا، مبروك علينا كلنا. شكرا. طيب نكمل كلام عن منتخبنا الوطني وأداؤه الرائع النهاردة أمام المنتخب المغربي مع الأصدقاء الأعزاء المحللين الرائعين محمود أبو الركا ومحمود دياب بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. نصيحة ليا، خليك ورا منتخب مصر، ما تشجعش لعيب بعينه، تشجعش فريق بعينه، احنا منتخب مصر. عشان المنتخب يكسب خليك ورا المنتخب، شجعوا المنتخب، خلوا فيه جمهور تاني للمنتخب زي زمان. مفيش حد اهم من المنتخب، لا انا ولا غيري ولا اي نادي اصلا مهم اهم من المنتخب. عايز المنتخب يكسب، الناس كلها تبقى مع بعض.